التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية. اليوم كان في مبادرات في السعودية الإفريقية، ما انعكاس ذلك على اليوم؟ أطلق سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مبادرة تخصيص 5 مليار دولار كمشاريع تنموية القارة الأفريقية، وهو ما يعزز نشاط الصندوق في القارة الأفريقية، النشاط التنموي، والذي بدأ من عام 1975 إلى يومنا هذا، حيث تم يوم أمس خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي توقيع 14 اتفاقية بمبلغ يقارب 600 مليون دولار، حتى يصبح حجم الإقراض التنموي الذي قدمه الصندوق للقارة الأفريقية ما يزيد عن 11 مليار دولار. وتأتي هذه المبادرة من سمو سيدي لدعم تمويل المشاريع التنموية إن شاء الله إلى عام 2030.